عندي الوالدة الله يديك طولة العمر. عبد العزيز اكسر التلفزيون شوي لان في تردد بيننا وبينك، تفضل اطرح السؤال تفضل. ايوه بتصوم طول السنة يعني يوم ويوم ويوم. نعم. وشهر شوال هذا صامت الشهر كامل. قصدك شعبان؟ ايوه هو شعبان. نعم. واحنا دائما يعني زي ما تقول كنا صحة نقول يعني يسر على صحتي، ما ادري على شيء ولا يا شيخ اسمع. نعم الله يحفظك. يقول والدته صامت شعبان يوم ويوم وظروفها الصحية لا تساعدها، عندما جاء رمضان ذكروا لها بأن هذا يضر بصحتها وطلبوا منها ألا تصوم. الشيخ إذا طلب الأطباء المختصون أن الصوم يضرها فإنها تفطر، وإن قدرت على القضاء تقضي فيما بعد، وإن لم تقدر تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.